وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس السيسي وجود توافق تام بين مصر والجزائر حول أهمية استعادة الاستقرار بالمنطقة. كما أعلن الرئيس اقتراح مصر هدنة ليومين بغزة مقابل تحرير 4 محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين. مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم تبادل 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. بنأكد مرة تانية فيما يخص قطاع غزة إن احنا ضد أي محاولة لتهجير قسري من القطاع لخارج القطاع، لأن ده أمر مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له.